آيس كريم الشوكولاتة هنحتاج 10 جرام من الكاكاو البودر و 200 ملي حليب و 20 جرام سكر أو عسل و 25 جرام من الحليب البودر و 4 جرام نشا. هنحطهم على النار بعد ما نعملهم بالمنخل، لما يبرد نحطهم في قوالب الآيس كريم وندخلهم الفريزر، وبعد كده نطلعهم نغمسهم في الشوكولاتة السايحة. آيس كريم الشوكولاتة بالموز هنحتاج 4 حبات موز مجمدة وتلت كوباية كاكاو بودر ومعلقتين كبيرة حليب بودر، هنضربهم في الخلاط ويبقى كده جاهز الآيس كريم. آيس كريم مانجا هنحتاج 2 حباية مانجا و150 ملي حليب مكثف و100 ملي كريمة حلويات أو قشطة، وهنحتاج 150 ملي شوكولاتة للتزيين. بنضربها في الخلاط وبعد كده نحطها في قوالب الآيس كريم، بندخلها الفريزر، وبعد ما بتطلع من الفريزر بنحطها في شوكولاتة السايحة. آيس كريم المانجو هنحتاج 3 حبات موز مجمدة و2 حبات مانجا مجمدة، وهنحتاج 1/3 كوب حليب ومعلقة كبيرة قشطة، هنضربهم في الخلاط ونحط معاهم معلقة فانيليا صغيرة. آيس كريم الفراولة هنحتاج في الخلاط 4 كوب فراولة مجمدة و1/4 كوب حليب ومعلقة كبيرة حليب بودر، ونحط قطع شوكولاتة ونضربهم في الخلاط وبكده يبقى جاهز. بنحط على الوش شوكولاتة سايحة مدوبينها في الميكروويف. آيس كريم الكيوي بنحتاج 0.5 كيلو كيوي بنقشره ونقطعه، وبنحتاج 0.5 كوباية كريم شانتيه ومعلقتين عسل ومعلقتين زبادي، بنضربهم في الخلاط وبعد كده بندخلهم في وعاء ممكن يخش الفريزر، وبعد ما بيطلع من الفريزر بنقدمهم بالشكل ده.